بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على أمطار الخير والبركة. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. الأمطار بلا موعد تخبرنا بأن الله قادر على تغيير الأحوال في طرفة عين، فلا تيأس من رحمة الله وإن طال همك، فكل يوم هو في شأن جديد، ومن المحال أن يدوم الحال. اللهم يا حي يا قيوم، اغسل بماء رحمتك هموم المهمومين وأوجاع المحزونين والمحرومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وشكرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو جديد إن شاء الله.